insya-Allah kita akan sambung pengajian ayat tafsir ayat-ayat Al-Quran Karim dalam surah Yusuf ini pada ayat yang ke-33 dalam surah Yusuf yang kita belajar pada minggu yang sudahnya. Kita akan sambung pada pagi ininya ayat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي